الراديو 90-90 هواها مصر. يا صباح الفل على مستمع الراديو 90-90 هواها مصر. احمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة واول حلقة في اسبوع جديد علينا يا رب ان شاء الله كله خير وحال بلدنا. هنطمن الاول على جولة سيادة الرئيس سواء في الهند او في حضور قمة دول مجموعة الـ20. سيادة الرئيس يمكن بدأ الزيارة بالهند لتعزيز العلاقات مع الهند وتعزيز العلاقة الاستراتيجية في جميع المجالات، وده اللي عرفناه من تواصلنا دايما مع سيادة سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. ثم انتقل سيادة الرئيس للصين وحضور مجموعة الـ20، واول مرة مصر تحضر المجموعة منذ زمن طويل. عارفين ان سيادة الرئيس عمل مجموعة من اللقاءات النهاردة. خلينا نروح للصين، نروح لزميلنا العزيز استاذ محسن سميكا الصحفي المتخصص بشؤون رئاسة الجمهورية بالمصر اليوم. يا استاذ محسن صباح الفل. صباح الخير استاذ احمد على حضرتك وعلى كل مستمعي 90-90 وتحديدا برنامج حرب بلدنا الجاي. ربنا يخليك. هي صباح الفل عندنا، انا عارف انها مساء الفل عندكم، ربنا يكون في عونكم صحيح من بدري. انا عارف ويمكن اغلبيه اليوم خلص، ربنا يديك الصحه يا رب. انا عارف سياده الرئيس عمل مجموعه من اللقاءات النهارده يا محسن مع مجموعه من الرؤساء سواء الرئيس الارجنتيني، الرئيس الصيني، رئيس وزراء اليابان، رئيس جمهوريه كوريا الجنوبيه، وفيها تعزيز العلاقات. يعني كان سياده الرئيس في سول وقابل رئيسه جمهوريه كوريا الجنوبيه، وكان فيها مجموعه من العلاقات والمشاورات. اعتقد دعامه النهارده بلقاء اللي تم من ساعات. مظبوط، خلينا اعمل استعراض سريع كده. اتفضل. طبعا بالامس الرئيس السيسي وصل وتوجه لمقر اقامته، التقى مساء امس بكريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي. كان لقاء هام طبعا على خلفيه المنشا للصندوق لقرض مصر او موقفه المبدئيه على هذا القرض. اكيد طبعا كان على راس موضوعات المثاره للنقاش بين الرئيس و كريستين في اللقاء الثنائي المغلق. واكيد طبعا كان في حديث عما يدور في قمه الـ20 G20 ودعوه مصر لتنافس شرف العضويه يعني من خلال الصين على اثر زياره الرئيس الصيني للقاهره في يناير الماضي، ودي اول مشاركه فعليه لمصر في تاريخ القمه اللي تعقد الدوره دي الدوره الـ11 الـ11 بالنسبه لها. يعني في 10 قمم قبل كده ما كانش في دعوه طبعا بالجانب المصري فيها. ده اللي يدل على قوة سياسة مصر الخارجية الفترة الأخيرة تحديدا، واستطاعة مؤسسة الرئاسة والرئيس السيسي في رسم خريطة جديدة وصورة جديدة لمصر وفتح علاقات جديدة مع مختلف الدول بمختلف القارات. كان في الأول علاقاتنا مقتصرة طبعا على الجانب الغربي والأمريكان تحديدا، دلوقتي بقى في مختلف العلاقات على مختلف القارات والدول زي ما احنا ذكرنا، ودي يمكن من تداعياتها قضية مشاركة مصر بشكل كبير في هذه القمة. القمة دي بتعقد تحت شعار نحو بناء اقتصادي عالمي متكامل، بتناقش موضوع مجموعة كبيرة من الموضوعات منها التنمية المستدامة 2020، ومنها طبعا انعاش الدول النامية، وطبعا للأسف منها مصر يعني في الوقت الحالي، ومساندتها اقتصاديا حتى تستطيع أن تحارب قوى الشر طبعا اللي هي نتيجة أو قوى الشر بتظهر نتيجة للأسف الفقر والجهل والمرض، هذا الثالوث الخطر الذي دمر تقريبا دول أوروبا كلها. من ضمن الموضوعات طبعا اللي تناقش ايضا في القمه قضيه خروج بريطانيا من دول الاتحاد الاوروبي وتبعيه هذا الخروج، وقضيه رسم سياسات اقتصاديه للدول لمختلف دول العالم للفتره المقبله، طبعا بجانب قضايا نوعيه تخص الشباب والمراه. اذا مصر لها استفادات كبيره سواء من المشاركه بشكل عام وانها تكون ضمن الـ20 الكبار على مستوى العالم من حيث الاقتصاد، او حتى في اللقاءات الثنائيه للرئيس السيسي اللي هي الحقيقه بدات زي ما بقول لك امس بلقاء، والنهارده كان في 4 لقاءات زي ما حضرتك ذكرت كده في بدايه البرنامج مع الرئيس الصيني ومع الرئيس الارجنتيني ومع رئيس كوريا ومع رئيس وزراء اليابان، وغدا في 3 لقاءات منتهى الاهميه فضل. مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمام. مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، مع المستشاره الامنيه انجيلا ميركل، ودي كلها بيتخللها قضيه مباحثات ثنائيه تعزيز العلاقات بين الدولتين، زياده جذب رؤوس اموال ومزيد من الاستثمار في مصر من مختلف الدول خلال المرحله المقبله، وطبعا بالضروره وبالتبعيه زياده حجم التبادل التجاري. اذا هي قمه سياسيه اقتصاديه سواء بالنسبه لمصر او لغيرها من الدول، لان في اللقاءات الثنائيه او حتى في اللقاءات الهامشيه داخل القمه نفسها بيتم الحديث حول مختلف قضايا او اوضاع الاقليم كله بشكل عام. بنتكلم عن اليمن، بنتكلم عن الاوضاع في سوريا، الاوضاع في فلسطين، ودي اعتقد انها تشغل حيز من الاهميه. عايز اقول لحضرتك استاذ احمد والساده المستمعين، الجو المفعم بالمبارزات حتى السياسيه نفسها، ظهور وحضور قوي جدا جدا طبعا، بجانب ان هو لمصر كمان ايضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحقيقه يعني بينازع نظيره الامريكي باراك اوباما في
قضيه الظهور وخطف الاضواء والكاميرات وكانه يعني استعراض. ده واضح يا استاذ محسن من الكواليس، انت طبعا شايف فباين المبارزات زي ما انت قلت، اخترت لفظ دقيق جدا يعني. ظهرت بالامس يمكن حتى والطرف الصيني دخل على الخط، ظهرت بالامس في يعني مش من امس يعني من نحو اربع ايام لما تحدث باراك اوباما والقى بتصريحات ناريه حول استعراض الصين قواتها في قضيه بعض الامور المتنازع عليها، وانها الصين بتحاول تفرض لنفسها رسم وخريطه جديده. الجانب الصيني رد النهارده على وكاله الانباء الصينيه بشكل رسمي وعنف هذه التصريحات ورفضها، وقال ان الجانب الامريكي هو اللي بيحاول يبان ان هو الزعيم الاوحد والاكبر في العالم وان الصين على الطريق وانها قادمه. على جانب ثاني طبعا حضرتك اكيد عارف ومتابع في حديث السيد الرئيس لرئاسه اتحاد الصحافه القوميه، كان في كلام على مكالمه لبوتين من الرئيس السيسي على دعوه الفصائل الفلسطينيه او الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الاسرائيلي للحديث في موسكو او في الكرملين تحديدا على قضيه المصالحه الاسرائيليه الفلسطينيه الفتره المقبله، وهذا الملف كان امريكي بامتياز لانه طبعا يخص الاسرائيل والمصالح المتشابكه بين الولايات المتحده واسرائيل كانت على الخط. حينما تدخل روسيا فهذه ايضا نوع جديد من المبارزه، واعتقد ان قضيه المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه والفلسطينيه الاسرائيليه هتكون ضمن مباحثات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا في لقائه مع نظيره الروسي، وهيشغل حيز كبير من الاهميه. تمام. ده استاذ محسن على مستوى الرئاسي. اتفضل معاك. من المشاهد طبعا القضيه امبارح انضمام الولايات المتحده والصين لقضيه المناخ قمه المناخ. تمام. اللي هي طبعا الصين والولايات المتحده بيمثلها تقريبا 38% من النسبه العالميه قضيه الانبعاث والمشاكل التلوث اللي صادره منهم، فانضمامهم لهذه القمه ولهذه الورقه، واعطوا تحديدا بنك مون الامين العام المتحده مذكره التوقيع بهذا الامر، وارض ايضا حدث كان هام امس، وكمان يمكن الولايات المتحده في مذكرتها اشترطت او على نفسها طبعا ان هو يكون عدم خروج الولايات المتحده من نزلت في قبل اربع سنوات. اذا الرئيس الامريكي المقبل سواء كلينتون او كامب او غيره هيلتزم بهذه الاتفاقيه لمده اربع سنوات، ويمكن برضه دي من ضمن الامور اللي بتتعرضها الولايات المتحده في موافقتها على هذا الامر. هنتقل معاك سريعا على شان الوزراء. انا عارف سياده الوزير سامح شكري كمان حضر اجتماع وزراء خارجيه الدول مجموعه ال20 النهارده، وكان في استحسان صراحه من رؤساء الوزراء الخارجيه لوجود السفير سامح شكري في هذا الاجتماع. فعالياته ايه يا استاذ محسن؟ مظبوط. السفير سامح شكري طبعا لقاءاته كثيره ومتعدده، جزء منها كبير ثنائي مع السيد الرئيس او مع حضور الوفود المختلفه للي قبل السيد الرئيس من امس واليوم، وحضر تقريبا اغلب اللقاءات في اجتماعات ايضا ولقاءات هامشيه، يمكن مش بس وزير الخارجيه سامح شكري، ايضا السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي موجود هنا، يمكن كان شرفت بصحبه برحلته من جوانزو اللي هونغوتشو امس الاول، يمكن وصل قبل الوقت اللي كان موجود في الهند. تمام. وبرضه ايضا عنده لقاءات مختلفه ومتعدده مع محافظي البنوك المركزيه اللي هم كانوا بيحضروا الاجتماعات التحضيريه والتنفيذيه لهذه القمه بشكل كبير. انا شايف ان استفادتنا من هذه القمه استفاده كبيره جدا جدا من حيث كل النواحي، واعتقد انها هتؤتي بثمارها على مصر خلال المرحله المقبله، خاصه ان الرئيس النهارده ناقش مع مختلف اللقاءات اللي التقى بيها التطور بقى اللي تم بناء على الاتفاقيات اللي تم توقيعها سواء بالظبط. ده اللي كنت اسالك عليه، كثير من متذكرات التفاهم وكثير من الاتفاقيات وقعت مع كثير من الدول اللي قابلهم سياده الرئيس النهارده، سواء اليابان او كوريا الجنوبيه او الصين. هل في تدعيم بقى للاتفاقيات دي او المذكرات تم توقيعها تاني او تم الحديث فيها؟ اكيد اكيد، ويمكن يعني في يعني تفيش تفيش ناس بتستغرب ان الرئيس بيلتقي زعماء التقى بيهم يمكن في هذا العام مرتين او ثلاثه، يمكن كان زياره في سول طبعا حضرتك اكيد. تمام. كنا موجودين فيها. تمام. كان من حوالي شهر مارس. فاللقاء الثاني النهارده بيؤكد قضيه ما توصل اليه مع رئيس كوريا حوالين تعزيز العلاقات الفتره المقبله، قضيه انشاء كليه خاصه بالشان الكوريه في مصر، ايضا العديد من المشروعات اللي تم الاتفاق عليها اليوم، اتحركت المياه الراكده في هذا الاطار سواء في قصه كوريا او ما يتعلق بالصين او كمان اليابان، اللي هي الحقيقه يمكن كان في تاكيد على ان هيتم دفع عجله التنميه للمشروعات اللي هي الفتره المقبله اللي هي بتثبت بشكل كبير، او حتى اللي كانت متوقفه لبعض العراقيل النهارده على المقابلات، يعني رمت او القت بحجر في المياه الراكده اللي تتحرك هذه الامور، سواء مذكره التفاهم تتحول الى توقيع او اذا كان في توقيع يفعل وتبدا المشروعات فعليا على ارض الواقع في مصر ان شاء الله. سريعا عشان ما اطولش عليك استاذ محسن، باقي فعاليات جدول سياده الرئيس النهارده وبكره ايه؟
هو النهارده السيد الرئيس انهى لقاءاته الاربعه اللي كان المفروض هيلتقي بيها او معلن عنها بشكل رسمي وفق تصريحات طبعا السفير علاء يوسف اللي كان ذكرها قبل حتى السفر للقاهره بجدول لترتيب الزيارات. النهارده السيد الرئيس مشارك في كل الفعاليات اللي موجوده في القمه حتى في اللقاءات المصغره، لان مصر في اطار دعوتها تشارك في كل اللقاءات وكل الفعاليات تمام موجوده. قد تكون في لقاءات ثنائيه يعني غير معد لها او مرتبه ممكن تكون. هي تقريبا الساعه عندكم 6 وربع النهارده يعني اليوم بينتهي. اليوم مظبوط كلامك مظبوط يعني ساعتين تقريبا وتبدا تنفيذ الاعمال الرئيسيه اذا كان هيبقى في لقاءات بعد كده او ندوات، برغم ان الرئيس السيسي منذ وصولي الحقيقه يعني الوفد المصري كله خليته عمل. يعني عايز اقول لحضرتك ان لقاء كريستين لاغارد امبارح انتهى الساعه 10 بالليل. فيعني دايما الاستاذ الرئيس في جولاته الخارجيه وحضرتك صاحبته كتير في هذه الامور بيبقى يعني خليته عمل من الجانب المصري على قدر وثائق يعني 24 ساعة عمل في اليوم. بكره ان شاء الله يعني ثلاث لقاءات زي ما نوهت حضرتك يا استاذ محسن، سواء مع الرئيس الروسي او مع الرئيس الفرنسي او مع رئيس الوزراء الالمانيه. في بكره في حاجه ثانيه في جدول العمل؟ لا هم دول ثلاث لقاءات وكل واحد فيهم استاذ احمد الحقيقه هيعمل لقاء مهم طبعا لاحظوا لان طبعا ثلاث زعماء لثلاث دول كبيره اكيد هيبقى في مختلف القضايا، وزي ما ذكرت لحضرتك اعتقد ان الجزء الاكبر منها سياسي هيكون اقتصادي نظرا لما يربط مصر بهذه الدول والقضايا المتشابكه والمترابطه الخاصه بالقضيه الفلسطينيه والاوضاع في ليبيا دول الجوار بشكل عام. هزعجك بكره يا استاذ محسن وتكون معانا برضه في مداخله ان شاء الله ونعرف فعاليات اليوم بكره وفعاليات الزيارات واللقاءات الهامه دي بكره ان شاء الله. استاذ محسن سيميكا الصحفي المتخصص بشؤون رئاسه الجمهوريه بالمصر اليوم، كل الشكر ليك وترجع لنا بالف سلامه. تواجد مع حضرتك مع 90 ومستمع 90 ورئيس مجلس حال بلدنا كل التحيه والشكر. كل الشكر ليك وترجع لنا بالف سلامه. كان لازم نتوقف على زياره سياده الرئيس سواء للهند او لحضور فعاليات قمه ال 20. يمكن استاذ محسن قال لنا ان دي القمه ال 11، في 10 قمم قبل كده مصر لم تحضرهم. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اول رئيس يحضر قمة ال 20، وعرفنا من الأستاذ محسن إن سيادة الرئيس مكلف بحضور كل الفعاليات سواء اللقاءات الثنائية أو الاجتماعات اللي هي على هامش القمة. هنتابع معاكم إن شاء الله أول بأول فعاليات هذه الزيارة، بالإضافة للشق الاقتصادي والوفد المرافق لسيادة الرئيس بيدعم ما تم قبل كده من اتفاقيات ومعاهدات ومذكرات تفاهم ما بين بلدان مختلفة سواء اليابان أو كوريا أو روسيا أو فرنسا أو الصين، طبعا في شراكة استراتيجية كبيرة جدا بيننا. هنبدأ حلقتنا النهاردة، ويمكن أطلت، أنا آسف على ضيفي الكريم. حلقة مهمة جدا اتكلمنا فيها الأسبوع اللي فات وهي عن الأطفال وخطف الأطفال، وهل دي ظاهرة موجودة ولا لا، ورحنا لمباحث الأحداث وتحديدا اللواء علاء السباعي وتعرفنا على الإحصائيات، وقال لنا إن في بروتوكول وقع ما بين المجلس القومي للطفولة والأمومة بين مباحث الأحداث. معانا النهارده هيكون منورنا في الاستوديو بعد دقايق أستاذ أحمد حنفي مسؤول إدارة لجان حماية الأطفال ورئيس خط نقد الطفل في المجلس القومي للطفولة والأمومة. هنتعرف منه هل هي ظاهرة ولا لا، إيه نقدر ننتهي منها ازاي، شغلهم ازاي، الخط 16000 بيتلقى قد ايه. هنعرف معاكم كل التفاصيل. اي استفسار ممكن من خلال ارقام رسائلنا على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66 او من خلال صفحتنا على الفيسبوك / راديو 9090. زي ما قلنا في بدايه حلقتنا موضوع فتحناه الاسبوع اللي فات، وزي ما تعودنا دايما ملفاتنا بتتقفلش، بنحاول دايما نبقى فاتحين الملف لحد ما ينتهي وربنا يقدرنا لو ينتهي. واتكلمنا عن ظاهره خطف الاطفال الاسبوع اللي فات، وكان معانا كثير من الاطراف، ويمكن كان معانا في مداخله هاتفيه استاذ احمد حنفي مسؤول اداره لجان حمايه الطفل ورئيس خط نقد الطفل في المجلس القومي للطفوله والامومه، وصراحه دعاناه على الهواء يكون موجود معانا ولبى الدعوه وبشكره عليها. استاذ احمد منور راديو 90 سعيد. الله يخليك منور بيك، شكرا للمجهود. ربنا يخليك يا رب، والمجهود الصراحة المهم جدا واللي اتعمل من خلال البروتوكول سواء مع مباحث الأحداث أو من خلال الدور اللي بيقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة. ولكن عشان أبدأ حضرتك الحلقة وأقدر أبني عليها، أعرف الأول الإحصائيات اللي تم رصدها من خلال خط نقد الطفل، الإحصائية قد إيه تقريبا؟ يعني وصلتوا الأرقام قد إيه عشان نقدر نشتغل عليها في الحلقة وعندكم؟ خليني أقول لحضرتك هي قضايا خطف الأطفال يمكن تعريفها أو مفهومها مختلف شوية بالنسبة للمواطن صاحب الحالة عن ما بالنسبة لنا كمسؤول أو بالنسبة لجهة أمنية. النهاردة أنا كأب أو كأم بمجرد بابني بيختفي فبسجله حالة اختطاف، حتى لو كان في خلاف جوه الأسرة وهو اضطر أن يسيب البيت عشان يروح لحد من قرايبه، حتى أو الأب خطف الابن نتيجة خلافات مثلا ما بين الأسرة عشان ضغط أوراق متعلقة بالقايمة متعلقة بالنفقة، فبالتالي بتكون ورق الطفل هنا ورق الضغط.
لما باجي اشتغل الحالات دي انا بالنسبه لي ما بصنفهاش كحالات خطف، لان هنا الولد في بيئه امنه سواء طبعا. مع امه او مع ابوه او ان هو نتيجه خلافات راح لحد من الاسره. انما لو بنتكلم على حالات الخطف اللي هي بتهدد المجتمع فعلا وبنعتبرها مشكله بدات تتزايد في الفتره الاخيره، فبنتكلم على حالات اختطاف الطفل بقصد جنائي اما لطلب فديه او استخدامه في التسول او لتجاره الاعضاء او لبيع الطفل نفسه. عشان كده سالت في بدايه اول سؤال، هي الاحصائيه ايه؟ عشان ابني من كلامي زي ما حضرتك قلت دلوقتي، هل هي مشكلة فعلا بتؤرق المجتمع دلوقتي ولا يعني حالات فردية ما نقدرش نقول انها مشكلة او ظاهرة؟ يعني احنا لو بنتكلم في اجمالي متوسط شهري مثلا ممكن نقول عندنا 30 طفل بيختفوا من النوع الثاني من الاختطاف اللي هو جنائي بالضبط بشكل شهري. طبعا مش معنى كده ان هم طفل كل يوم، انما احيانا بيظهر مثلا يوم ثلاث حالات، يوم ما فيش خالص، احيانا ما فيش، ممكن نقعد فتره ما فيش، وده بيتوقف برضو خلينا اقول على الاحداث الامنيه اللي في البلد. الموضوع بشكل عام باختفاء الاطفال ما بداش يتزايد الا عقب الثوره، لما بقى في نوع من انواع الانشغال الامني في قضايا مجتمعيه او قضايا عامه وبدا يكون في ثغرات امنيه. زي ما كانت العربيات بتتخطف وكانت الشقق بتتسرق، كانت الاطفال بل بالعكس كان الطفل سلعه سهله. ليه؟ لانه ولا ليه رقم شاسيه ولا بصمه ولا اي حاجه، فسهل ان حضرتك تاخده عن طريق مجموعه من الاوراق تظبط له اوراق جديده ويطلع بره البلد او تستخدمه كتجاره اعضاء. ده الاستخدامات اللي بعد الخطف. طب حضرتك بتقول لي ده من بعد الثوره، اعتقد الامن دلوقتي مش دفاعا عن الامن، ولكن اعتقد الامن دلوقتي معني قوي بالملف ده، فاعتقد المفروض تكون قلت، ولا هي 30 حاله دي اخر الاحصائيه؟ لا، هي بالفعل بتقل الاعداد عن ما كنا بنقصده قبل كده. مش بس الاعداد اللي بتقل، بترتفع كمان نسب عوده الاطفال. ده شيء مهم، وده يمكن تم من خلال التنسيق مع وزاره الداخليه، لان كان في المعتاد ان انا ما ببلغ عن اختفاء طفلي مش قبل 48 ساعه ما يبدا يكون محضر ويبدا يتحرك فيه. ليه؟ اخذا في الاعتبار برضه انه ممكن يرجع، الاسر ممكن تروح تعمل بلاغ ويطلع بعد عند خالته. تمام. فدلوقتي بقى في تعاون مع وزاره الداخليه ان فور وصول البلاغ لخط النجده يبداوا يتحركوا، يتم التواصل ليتبدا الحركه بشكل مباشر على اتجاهين، اتجاه من ناحيه الامن واتجاه من ناحيه خط نجده الطفل في التعامل مع الاسره بشكل اجتماعي. بحث الحاله، طب هو الولد كان ايه الاحداث اللي تواجدت قبل ما الولد يختفي؟ قدرنا بالفعل من خلال الخط والتواصل مع صفحات الميديا اللي موجوده، ده بيدور بيكون دور المجلس بقى طبعا، من خلال التواصل مع صفحات اطفال مفقودين وبعض من الصفحات الموجوده على الميديا، قدرنا ان احنا نتوصل ونلحق مجموعه من الاطفال. المشكله كمان بقى مش في الطفل اللي بيتخطف، المشكله ان احنا اكتشفنا من خلال شغلنا ده ان في اطفال بيبحثوا عن اسرهم مش لاقين. يعني زي ما في اسره تاه منها طفلها، في اسره رمت طفلها. يعني هو اللي بيبحث، لا مش تاه حضرتك، في اسر بترمي اطفالها في الشارع او على ابواب الملاجئ والمؤسسات، الاطفال دول موجودين جوه المؤسسات بيبحثوا عن اسرهم. في شكل البلاغ يجي لك اختطاف، ولكن هو في الفعاليات تحت برضه هو مش اختطاف. يعني مثلا على سبيل المثال انا كان عندي حصر من وزارة التضامن على مستوى اغلب دور التضامن في عدد من الاطفال غير معلومين الاسر. هو الحصر ده مين اللي عمله او مين اللي طلبه اصلا؟ الحصر ده لما بدانا نشتغل على قضيه اطفال مفقودين، فبدانا الحصر ده مهم جدا، بدانا نعمل ده بالتعاون مع وزاره التضامن. تمام. ان احنا نقول لهم ادينا كل، هنبعت لك كل صور الاولاد اللي مبلغ عنها عشان لو في حد منهم موجود عندي. ففوجئنا برد التضامن، لا انا كمان عندي صور لاطفال، لو انتوا قدرتوا توصلوا لاسرهم هم بيدوروا على اسرهم. دول موجود في المؤسسات التابعه تبع وزاره التضامن. فانا عايز اقول ان في عدد من الاطفال سواء بصرف النظر عن النسبه او الرقم، سواء كان صغير او كبير، هو طفل يعني لابوه وامه مشكله كبيره. في اطفال تبحث عن اسرها وفي اسر تبحث عن اطفال. استاذ احمد، من كلام حضرتك كده يعني هو دي ظاهره مجتمعيه ممكن تبقى موجوده في كثير من الدول، ممكن تبقى موجوده في مصر من زمان. هل وجود الصفحات زي اطفال مفقودين والكلام ده كله زادت من نسبه القلق عند اولياء الامور، زادت من تفشي الظاهره اكتر بكتير من ان هي موجوده؟ يعني كتير من طول العمر بنسمع ان في اطفال موجودين في المؤسسات، اهلهم اتنازلوا عنهم، اهلهم رموهم، او في بعض حالات الاختطاف هي كبيره قوي ليه دلوقتي. هل صفحات الفيسبوك هي اللي زودت ده؟ لا حضرتك، هو الفكره هي زي ما حضرتك قلت كده، هي الظاهره او القضيه موجوده على مستوى دول العالم كلها. تمام. موجوده في مصر، احنا من زمان بنسمع وكان في الاعلام جزء اعلامي بينوع عن اطفال مفقودين. هي يمكن الفتره الاخيره بدا يبقى فيها نوع من انواع التركيز، لما بدا ما بقاش الطفل مفقود او بيتخطف بس، استغلال الطفل. احنا حاليا وصلنا ان عندنا بؤر فيها تجمعات لاطفال تم خطفهم
بتاعهم وبيتم تأجيرهم عشان التسول. تسول. طبعا انا كمواطن لو ماليش حاله زي كده ما هسمع 30 طفل مثلا على مستوى الشهر. مش هتؤرقني او يعني ايه طفل كل يوم. عادي ما في زوار كتير في البلد. انما لما اكون انا الاب للطفل ده طبعا هي بالنسبه لي بتبقى مشكله كبيره. فبدأت صفحات الاعلام تتواصل مع الاسر دي عشان تنوه عن الموضوع. فقصة حضرتك مع قصة حضرتي لما بتتقروا بيدوا برضو مساحة كبيرة ان في قضية كبيرة شائكة. في المقابل لما بيحصل العثور على الطفل او الاسره بتوصل لطفلها ما بيتمش نفس الضغط الاعلامي ده اللي يقول انه حصل. فعلى سبيل المثال احنا بعد الثوره تلقينا اعداد كبيره من البلاغات. لما جينا نفلتر بعد فتره وضع الاطفال ايه, كتير من الاسر قالوا ابني رجع بس هو ما اتصلش على الخط قال انه رجع. ده ما حصلش لما انا عملت ولا صفحات نشرت ان هو رجع وموجود. وكذلك المحاضر اللي في الاقسام لما تروح حضرتك اسم الشرطه تقول له عندك كام حاله سي مثلا هيديك خلال 6 شهور الاولين 400 حاله. طب حد بلغك ان ابنه رجع؟ لا. بس المحاضر مفتوحه لحد دلوقتي. لو عملت متابعه هتلاقي بعض منهم رجع. فدي يمكن بتدي بتكبر شويه من حجم الظاهره. انا ما بقللش من اهميتها, الظاهره مهمه. لا هي مهمه طبعا ولو فرد لانه المجتمع يعني ما بنفتح صفحات الجرايد ونكتشف عدد من الاطفال موجودين منزوعي القرنيه او اعضاء متاخد منهم اعضاء في مكان او مقبره جماعيه زي اللي كانت نشر عنها في محافظه المنوفيه. طبعا شيء مزعج. بس ده بيخلينا نسلط الضوء على حاجه تانية. هم الولاد دول لما بيتاخدوا هو هم ليهم سوق, عشان كده الظاهره بتبقى موجوده. لو الولد ده ملوش سوق انا مش هحتاج اجيبه. انت عايز تقفل من المنبع بقى, انت عايز تقفل الاسواق نفسها بالظبط كده. هو الولد اللي بيتسول بيه في الشارع ده بياخده نظير اجر. لو عرف ان الولد ده مصدر خطر ليه وهيكون سبب في انه يتقبض عليه ويواجه احكام طب انا هاجره ليه؟ فبالتالي السمسار اللي كان بيخطفه عشان ياجره مش هيخطفه. لان يبقى لازم نعرف من استاذ احمد حنفي مسؤول اداره لجان حمايه الطفل ورئيس خط نجدة الطفل في المجلس القومي للطفوله والامومه. هنعرف بعد الفاصل حالا هي ايه البيبان بقى وايه المنابع اللي ممكن يروح لها. هل ممكن في المنابع دي لأطفال الشوارع, سواء بقى لخطف الأعضاء, المستشفيات اللي تم فيها نقل الأعضاء, المراكز اللي هو أستاذ أحمد بينوه عليها المفروض تتقفل, وهيبقى دور مين من الوزراء ودور مين من الحكومة؟ بعد الفاصل عايزين تواصلوا مع أستاذ أحمد من خلال أرقام رسائلنا على 199 أو من خلال تليفوناتنا على 2-18-10-8-66 أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك / الراديو 9090. هواها مصري على الراديو 9090. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا ومنورنا وفي ضيافتنا في الاستوديو الاستاذ احمد حنفي مسؤول اداره لجان حمايه الطفل ورئيس خط نجدة الطفل في المجلس القومي للطفوله والامومه. وتعرفنا قبل ما نروح للفاصل على مجموعه من الاحصائيات اشتغل عليها المجلس القومي للطفوله والامومه. ايه شكل الاختطاف اصلا اللي بيختلف كتير جدا, سواء الاختطاف الجنائي الخطف الجنائي او نتيجه صراعات اسريه او هروب الطفل نفسه. ولكن استاذ احمد قال ممكن المجهود ده ما يبانش لو لسه منابع اللي بتحتاج الاطفال دي شغاله. اللي هي بقى ايه يا استاذ احمد؟ اللي هي حضرتك نقدر نتكلم, هي يمكن لو بتكلم على حالات الخطف الجنائي سيبنا من النزاعات الاسريه لانها في الاول وفي الاخر بتحل داخل نطاق الاسره. تمام. ومفيش خطر على الطفل. بالظبط كده, واقل تعرض للخطوره يعني حتى لو كان في نوع من انواع المشاكل. الزوجه ممكن تكون بتنفس في غضبها عن الزوج تجاه في واقع الطفل. تمام. بس برضه هو مش زي الطفل المخطوف بشكل جنائي. طبعا. لو هنحصر حالات خطف الطفل الجنائي فهي لثلاث اسباب, اما ان انا بخطف الطفل ده عشان يكون مصدر تسول, او ان انا هستخدم اعضائه يبقى هو هنا اتجار في الاعضاء. تمام. او ان انا هتاجر في الاتجار في البشر لو انا هستخدم الطفل بقى ان انا كتجار. اسره ما بتنجبش, اسره محتاجه اطفال. تمام. هبدا اطلعه كطفل كامل من تقطيع زي ما بيقولوا. تمام. او ان انا بخطفه عشان اطلب فديه. خطف الاطفال لطلب فديه, ودي يمكن الفتره الاخيره زادت شوي. لما استقرت الحاله الامنيه بدات تقل كتير الاعداد دي لان بدا يبقى بسهوله الحصول على الجاني واعاده الطفل. يبقى وان كانت الحالات دي كتير ما كانتش بتلجا لحضرتك سواء خط النجده او تلجا للداخليه, بتخلص الموضوع بينهم بعض. بالظبط كده. يتبقى فكره ايه, ان انا بخطف طفل النهارده عشان اعمل له اوراق رسميه هيطلع بره البلد. تمام. الطفل ده استحاله هيطلع بره البلد الا اذا كان في مستند رسمي يطلع بيه, يعني بمعنى صح هغير اوراقه الرسميه. وده مش هيتم الا من خلال مصلحه حكوميه طبعا. فيها موظف حكومي. فلو كان في تجديد ورادع للعقاب, رادع للمواطن ده او الموظف ده اللي يعمل الورقه دي هيفكر 1000 مره. لان الولد هو خروجه بره البلد ليه؟ لاني حاله من الحالات دي بيع. النهارده اسره ما بتنجبش وعايزه تاخد ولد. فحاجه ما بيكونش يعني البيع داخلي يعني
عادة بيطلع بره، لأن هي دي الأسرة اللي بتدفع. لأن النهاردة حضرتك مش هتجازف عشان 10-15 ألف جنيه. بالظبط. الولد بيوصل 200-300 ألف جنيه لما بيكون اللي هياخده. رصدتوا حالات كده الزحمة؟ رصدنا حالات زي كده ووقفناها بالفعل. يعني من أشهر الحالات كانت في حالتين في اسكندرية، تم تغيير شهادة الميلاد تاني وعودتها والبحث عن أسر الأطفال دول، او ان انا بخطف الولد ده عشان تجارة اعضاء. تمام. وهنا باكد ان تجارة الاعضاء هنا عمرها ما هتتم في محل بقال او ميكانيكي او سوبر ماركت، مركز صحي. لابد من مركز صحي. فلابد ان يكون في رقابة شديدة على مركز على المراكز الصحية. حتى في حالة، لان احنا لما طرحنا الموضوع ده مع مجموعة من الاطباء، فالدكتور قال انا ليا المريض على سرير العمليات، انا ما بفهمش في اللي قبل كده. فعايزين نقول لابد من وجود اجراء او اثبات قانوني يتم داخل احد المؤسسات الحكوميه وليكن الشرطيه، بيقول ان حتى لو الطفل ده هناخد منه تبرع اذا كانت كلى او قرنيه او ما شابه، فلابد من اجراء يتم توثيقه جوه الاسم. طب هو الاجراء ده مش مفروض بيتم طبيعي مثلا من اولياء الامور بالموافقه على نقل، فمع الطفل اللي هيتم النقل منه مش معاه اولياء امور معاه يعني، ولا بيتم ازاي؟ ده لو بنتكلم ولا هو اصلا المركز الصحي ده من المراكز الصحيه تحت بير السلم اللي هي مالهاش علاقه خالص بقى بالوزاره كمان. بنتكلم على الشكل المظبوط الاجراءات دي بتتم. انما النهارده حضرتك لو خدت طفل شارع دلوقتي وجهزت على العمليه دي ودخلت قلت انا عايز اخد من الولد ده كليه، انت هتدفع، طالما هتدفع الفلوس اللي طلبها هنقلها بقى ايا كان هو الموضوع بدون الرجوع. المهم تطابق الأساسي. يعني هنا دور وزاره الصحه. طبعا وزاره الصحه لابد من ايجاد اليه اليه رقابيه لتقنين عمليه نقل الاعضاء من خلال داخل المؤسسات. ما هو اي مكان وحده صحيه لابد يكون عليها تفتيش. تمام. ما ينفعش ان انا افتح مكان في شقه واقول اصل هو ما اخطرنيش. لابد من ايجاد لجنه تقوم بده بشكل دوري الاماكن الطبيه اللي موجوده. وبعدين لو قلنا ان احنا هننوه اي مؤسسه، اي مقر او اي عقار هيتخذ فيه مكان هيفتح بشكل طبي، حد ده دور ممكن يبقى الاهالي اكتر، لان ممكن وزاره الصحه ما يبقاش عندها حصر الكل اللي بيحصل. ولكن انا لو فتح في عمارتي مثلا مركز صحي ولا حاجه، ابلغ وزاره الصحه ان انا عندي مركز ده مقنن، خلاص مش مقنن براحتك. ولو حضرتك بلغت ولقيت استجابه، انا لما هسمع بده هبلغ انا كمان. مشكلتنا ان احنا ممكن مش عايز يزيد العبء عليك، يعني ممكن يبلغوك انت، يعني يبلغوا المجلس وحاجة اللي تقوم بده بتوصيل وزاره الصحه خالص. تمام. سواء بلغ المجلس، بلغ اسم الشرطه، بلغ وزاره الصحه، بس المهم ان يكون في استجابه. مشكلتنا ان احنا ممكن نبلغ عن بعض الوقائع وما نلاقيش استجابه. طبعا. فانا ما بسمع ان حضرتك بلغت ومحدش استجيب، فانا بتقاعس او بتراجع عن الإجراء. خلاص ماليش دعوه بقى. فلا بد من وجود رقابه مجتمعيه. الشكل الثالث هي قضايا التسول. احنا حاليا وصلنا، وخلينا بشيء من الصراحه عشان ما ننكرش، احنا عندنا في مصر تجمعات لاطفال مخطوفين بيتم بيعهم او تاجيرهم للتسول. في عصابات مقننه دلوقتي موجوده، حضرتك ممكن تروح تاجر طفل وترجعه اخر النهار، نظير مبلغ قد يكون 300-400 حسب الحي التسول بيه، عشان تسول بيه. فاذا انا كنت انا النهارده هقدر ان انا اقول ان وزاره الداخليه هتشن حملات مش على المتسولين، انا عايزه تشن حملات على المتسولين باطفال، فيصبح الطفل ده مصدر خطر للي بيتسول بيه. تاني يوم الصبح مش هيروح يأجره. الراجل اللي هو السمسار اللي مجمع الاطفال دول هيكل بيهم. هيعمل بيهم ايه؟ هتقف الطفل، يا هيبدا يرجعهم تاني ويرميهم امام دور الرعايه عشان يخشوا، لان هم هيبقى عليه، او على الاقل هوقف الجديد. انا ما اخطفش تاني، خلاص ملوش لازمه بالنسبه لي. فالنهارده انا لو عندي شقه فيها تجمع ل 20-30 ولد في متوسط 300 جنيه للولد، انا بتكلم في مبلغ وقدره يوميا. فهي تجاره مربحه جدا. نادرا ما حد بيقف ويسال سيده النهارده الولد ده ابنك ولا مش ابنك. حتى لو كان بيعيط كلنا بنترجمه ايه؟ امه بيعيط مغلبها وبيعيط. انما لما بدانا فعلا حاله واثنين وثلاثه يتعامل معهم، ده انا عايز اقول لحضرتك خلى المنسوب رجع شويه في قصه ان انا بداوا يقلقوا. يعني احنا في كذا حاله في اسكندريه وفي القاهره وفي الجيزه تم من خلال المواطنين ومن خلال خط النجم، وبنقول عشان المواطن ما يعرضش نفسه للخطر ثبت المكان واتصل بيه على خط النجدة، قول لي انا في حاله مشتبه ان يكون الولد اللي معاها مش ابنها، هيجي لك اخصائي وهيتعامل هو يكون قادر انه يتعامل معاها. اليات التحقق بقى من صحه البلاغ اللي بيجي لحضرتك على 16000 انه حقق نجاح الصراحه، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او في المجتمع، الناس كلها عارفاه، ما بتكلم على اي حد 16000 احنا عارفينه، ولكن انت اكيد عندك اليات للتحقق من الشكوى يعني، ولا كل شكوى بتحقق فيها؟ لا، احنا كل البلاغات بنستلمها حتى لو كانت كاذبه. عشان كده كنت بقول لحضرتك ساعه قبل التسجيل ان احنا ممكن يكون في
فرق كبير ما بين نسب المكالمات ونسب البلاغات التلقائية. أنا أي مكالمة بستلمها طالما إداني البيانات الرئيسية والمكان اللي هقدر أتوجه فيه بيتحرك ليه على الفور أخصائي. كتير من بعد ما نوصل يقول أنا شايفكم من البلكونة بس كنت عايز أصدق إن في خدمة زي كده ولا لا، إنما ما فيش بلاغ. فكل البلاغات بناخدها، إنما قبل ما أحولها على الجهة المعنية لابد إن أنا أتحقق منها، لأن فريق العمل اللي شغال معايا هو لسه كنت هسألك إيه فريق العمل بقى اللي شغال معاك اللي بيهلف في كل ده كله؟ شغال معايا أنا عندي بالإضافة للمقر الرئيسي عندي عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة على مستوى الجمهورية، بالإضافة للجان حماية الطفولة على مستوى المحافظة. أو جمعيات مجتمع مدني ولا جمعيات تبع الحكومة؟ جمعيات مجتمع مدني. تمام. إنما لجان الحماية تبع مكاتب المحافظين. تمام. فور ما بتصل بلاغ بتلقى بلاغ أقرب نقطة للبلاغ ده ببدأ أوجهه. بينزل وهو في موقع الحدث بيقول لي الموقف، بيديني تقرير سريع الموقف مثلا حقيقي او موجود او الولد ده في الحالة دي، وهو موجود معاه بيبدا يتعامل، وفي نفس الوقت لو الموضوع محتاج تدخل امني بكون انا تواصلت مع ممثل الداخليه اللي موجود معايا. طب كده انا عرفت والمستمع عرف من استجابه حضرتك لكل البلاغات اللي بتيجي، ولكن حضرتك بتتواصل بقى مع الجهات المعنيه للاستجابه في اي حاجه، بتتواصل مع الداخليه مع الصحه؟ تمام. في استجابات برضو ولا لا؟ في استجابات وخاصة في حالات الأطفال. لا قعدت 20 ثانية مال ما حضرتك رديت، دي يبقى استجابة متأخرة شوية زي الإجابة. لا، البلاغات اللي بيكون فيها نوع من أنواع الخطر الشديد زي طفل النهاردة موجود مع سيدة متسولة، تمام، يبقى في استجابة فورية على أسوأ أو على أقل تقدير بيكون في أمين شرطة مع الأخصائي عشان يأمنه. تمام. إنما في بعض الحالات ودي اللي إحنا بنناشد فيها الحكومة اللي هي طلب الخدمات. لو أنا النهاردة بتكلم في طفل محتاج علاج، هنا مش مخطوف بقى. هنا أنا معايا طفل ومحتاج علاج على نفقة الدولة. وإحنا عندنا منظومة العلاج مثلا فيها كذا تصنيف. لك على نفقة الدولة الغير قادرين، التأمين الصحي. هنا تمام. ده ممكن نواجه صعوبة. لو قصة متعلقة في التصنيف نفسه. بالظبط. هو مش مفروض حاجة بتبعت. في التصنيف في الخدمة. ما انا فاهم يعني تصنيفها ده تامين صحي ولا غير قادرين ولا على نفقه الدوله، ممكن تقعد شويه لحد ما تشوفه انت هتروح في انهي مجال. بالظبط. هو مش ده دور وزاره الصحه؟ انا حاجه بتقول له المشكله اللي عندك وبعدين هو يوجه بقى. هي الخدمات الطبيه في مصر يمكن ضعيفه شويه بالنسبه للاطفال وخاصه اللي بيخرجوا بره مظله التامين. يعني هي دي خدمات طبيه ولا استجابه مسؤولين افراد؟ لا. هي ما هو طفل الشارع النهارده مش داخل تحت مظله التامين الصحي، وهي دي الاطفال اللي بتجي لك. لان انا لو ليا اسره الاسره بتبقى معنيه بالولد ده، هتسعى قدر الامكان انها توصل للخدمه، انما طفل الشارع خارج مظله التامين. فتواجه هنا مشكله، هو خارج مظله التامين، طب هو هيروح فين؟ طب هو مالوش ورق؟ طب بتتحل ازاي؟ بتتحل بجهود او بعلاقات جهود ذاتيه ومجتمع مدني برضه يتدخل. المجتمع المدني من ناحيه تواصلنا احنا مع بعض الافراد داخل الوزاره بشكل استثنائي، فهنا بنقول ان هي حالات فرديه، انما لما اكون بخدم مجتمع عايز اعمل قاعده عامه بحس ان اي حد لو احمد موجود النهارده يقدم الخدمه. انت عايز تحط سياسه عامه والناس تشتغل عليها. بالظبط كده. كذلك مشكلات التربيه والتعليم. كتير برضه بنقف في مشكلات في استجابه الوزارات انها ممكن تكون بطيئه قدر الشيء حتى زوال السبب. فيبقى بالتالي التدخل حتى لو جه بعد كده هو ما قدمش خدمة للطفل. إنما في حالات الأطفال أو حالات الخطر الشديد زي مثلا خطف الأطفال، لا، في استجابة بيتدخل ليه وزارة الداخلية من خلال وزارة الداخلية ومن خلال وزارة التضامن برضو. في النهاية بتستقبل أولاد دول، لأن أنا النهاردة لما بستلم طفل من متسولة لابد من تنسيق مع التضامن عشان اعمل اداره الطفل ده. لان دكتور غدا ولي عامله صراحه مجهود في الملف ده الصراحه، عاملين شغل كويس جدا على مستوى استقبال الاطفال دي. ولكن قدامنا دقيقه، مناشدات حضرتك دلوقتي لتغيير قوانين او لوائح لاستيعاب هذه الاطفال بقى موجوده في سواء في الصحه او سواء في وزاره التربيه والتعليم، ولا استجابات اسرع من الافراد نفسهم والمسؤولين؟ لا، انا بطالب جميع الجهات الحكوميه اللي معنية بالطفل انها تحط الاطفال او قضايا الاطفال في شكل مستقل، ما تبقاش من ضمن خدماتها هي خدمة الاطفال، انما تكون احد خدماتها هي خدمة الاطفال. احنا مشكلة الطفولة انها مستحدثة شوية علينا، ما كانش عندنا موازنة الطفولة، فكل جهة بتخدم الاطفال ضمن الحالات اللي عندها. انا عايز اقول ان لا، لازم الطفولة تبقى مكون مستقل جوه كل وزارة عشان لما اجي اقول نسبة انجازك ايه، نسبة استجاباتك ايه في القضية دي، انما طبعا لما بتنسب قضايا الاطفال لباقي القضايا بتوه جوه. طبعا كل شكر ليك استاذ احمد حنفي مسؤول اداره لجان حمايه الطفل ورئيس خط نقد الطفل في المجلس القومي للطفوله والامومه. ما ينفعش معاك حلقه، ينفع تواصل دائم ان شاء الله لحد الملف ده ما ننتهي تمام منه. نورت الراديو 90 90. شكرا. خلصت حلقتنا ولكن ما خلصتش ملفاتنا، موجودين معاكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من حال بلدنا. ده ايوه هكون معانا زميلتنا رغده الشيمي واطلاله اخباريه سريعه على اخر مستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى 12.